الوغ انايا هذا الصالون كنت نسنى فيه ملي توقف، باسكو كل عام نجي لهنايا، كل عام نسناه، كل عام نوجد له دراهمو باش نجي لهنايا نشري الكتابات. راني جبت دراري وبنتي وليد اختي، وما كنتش نظن بلي كاين جمهور هكذا، باسكو معرف كي نجي انايا مع الاول يكون قليل، بصح لو بخوميي جوغ ولا بخوميي اوغ سي ديجا كاين موند فو. الحمد لله تري بيان، كاين مختلف دور النشر لهنايا، صافي نقدروا ننتقلوا من دور كلي رانا ننتقلوا من مكتبه لمكتبه، من بلاد لبلاد، من صافي، من كاين كل لغات، كاين اللغه العربيه الفرنسيه الانجليزيه. الناس هي مهتمه بالكتاب، يمكن عرفت قيمه الكتاب. بو انا مالف نطلع هكذا كتابات من الانترنت نقراهم، بصح ماشي كيما الكتاب الورق، ماشي كيما الورق. جئت اليوم رفقة زملائي الطلبة من ولاية تلمسان لزيارة المعرض الدولي للكتاب بعد انقطاعه مدة سنتين بسبب جائحة كورونا. كذلك جئنا للاطلاع على والتعرف على الكتاب والروائيين الجزائريين وكذا غير الجزائريين عبر العالم وعبر الدول العربية المسلمة. لا متاح التنظيم ما شاء الله. ليز اورغانيزاتور راني سون اشيفال، يستقبلوا الناس، لا سيكيوريتي موجودة، ها؟ لي موان كومينيكاسيون كيف كيف، ها؟ جئت من مستغانم إلى الجزائر إلى عاصمة بحثاً عن الكتب، فالكتب إخوتي التي لم تلدهم لي أمي. أقرأ في جميع أنواع الكتب. أقرأ في الأدب وفي التاريخ أيضاً وفي مجال العلوم. وأكثر ما أخصص له قراءاتي وشغفي هو الكتب الدينية والتي تمس ديني وألتمس منها جميع جوانب ونواحي الحياة فأطبقها في حياتي وحتى مماتي. Tout ce que je prends, je fais montrer. من بعد الانقطاع تاع عامين تاع لو سيلا راني جيت ندي tout ce qu'il y a. أنا نقول تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء والله يرحم من علمنا ومن سبقنا بالإيمان. والله يسقم حوالنا وبلادنا وبني عمنا والثقافة هي التاريخ والتاريخ هو الثقافة. ما شاء الله شفت الأمور مليحة من ناحية التنظيم، من ناحية التوزيع، من ناحية وفرة البرامج اللي نقدروا نعرفوا بها أماكن دور النشر والطب المتوفر، الحمد لله مليحة. أنا من ولاية قسنطينة، من متوسط قربو عبد الحميد، أقرأ السنة الثالثة متوسط. أتيت لهذا المعرض اليوم لزيارته، وإنه معرض كبير ورائع وجميل.